الإعلام المصري بدأ يشتغل نفسه، الإعلام المصري بدأ يشتغل نفسه. كاتبين كده إيه بوند بالخط العريض، كاتبين إيه الجزائر إزاي تطلع بالشكل ده، شكل ده إيه؟ ده موريتانيا لعبت ماتش مش حد، مصر ما عملتوش. موريتانيا لعبت ماتش مفيش حد في الدنيا عمله. موريتانيا اللي بتلعب، اللي في اللعيبه بتاعتها بتلعب في بلجيكا وفي فرنسا وفي روسيا، غيرنا احنا اللي بنلعب فين بقى؟ فين؟ فاركو والداخليه وغزل المحله واسمنت السويس والالومنيوم والهم اللي احنا عندنا في الدوري، وطول الليل وطول النهار استوديوهات تحليليه في الراديو وفي النهار وفي بالليل التلفزيون الساعات 4 الفجر 3 بالليل، ناس فاضيه، ناس فاضيه. شوف الناس احتراف بلجيكا فرنسا، انت طالع تتكلم تقول ازاي الجزائر تخسر بالشكل ده؟ لا تستحق الخساره بصراحه. موريتانيا عملت ماتش تاريخي تاريخي لو بتفهموا كوره بقى.